مع الزميل منتصر العناني والزميل علاء أحمد الجلاد لننتقل وإياكم بهذا البث المباشر. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد، حتى في أيام عيد الأضحى المبارك احنا مستمرون معكم بهذه التغطية المباشرة من مدينة طول كرم. كل عام وأنتم بألف خير. صباح الخير زميلتي هبة مصطفى من استوديو تلفزيون الفجر الجديد والزملاء المتواجدين في هذا اليوم عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. كل التحية لزميلي من وراء الكاميرا علاء الجلاد ومني أنا منتصر العناني. كل عام وانتم بألف خير أبناء شعبنا الفلسطيني جميعا في كافة أماكن تواجده. زميلتنا هبة، احنا اليوم على حاجز المحبة، حاجز شوفي في هذه الأثناء اليوم العيد المبارك، حركة نشطة للمواطنين لزيارات الأهالي وتبادل التهاني رغم كل هالأجواء وهذه الجائحة. أجواء مميزة وخاصة مشاهدينا ومتابعينا، نتمنى دائما عيد مبارك ويبعد عنا الغمة والغم والوباء وترجع حياتنا طبيعية إن شاء الله في العيد القادم. إذن أجواء مميزة وخاصة في هذه الأثناء في استقبال الناس وخروجهم لتبادل التهاني في هذا الصباح وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك. مشاهدينا ومتابعينا، كافة الأجهزة الأمنية كل التحية لهم، أيضا التحية للكوادر الطبية اللي دائما كانوا سهرانين من أجل سلامة مواطننا الفلسطيني في كل مكان. إذن هنا على حاجز المحبة في حاجز طبعا شوفي نتواصل في هذه التغطية المباشرة مع زميلتنا هبة مصطفى من الاستوديو الفجر الجديد، وكل التحية لكم. وكل التحية لكل الزملاء وأسرة تلفزيون الفجر الجديد، كل التحية للأجهزة الأمنية المتواجدة على هذا الحاجز، حاجز المحبة من أجل الوقوف على سلامة مواطننا الفلسطيني في هذه الأجواء وفي هذا العيد. معكم ونسأل الجنود المجهولين اللي دائما موجودين على هذا الحاجز، أول شيء كل عام وانتم بخير. موجودين على هذا الفلسطيني في هذا كل عام وانت بخير الجميع بأمة فلسطين ان شاء الله. كل عام وانت بخير. طيب اذا ننتقل لكم مشاهدينا ومتابعينا ايضا الضابط الجمركيه، اول شيء كل عام وانت بخير. وانت بخير بصحه وسلامه، يعني رغم انه اجواء العيد الا انكم انتم متواجدين على حاجز المحبه من اجل هؤلاء الجنود المجهولين. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. صباح الورد وانت بألف صحة وسلامة. يعني انتم الجنود المجهولين. نعم صحيح. الله يعطيكم العافية. اول يوم عيد الأضحى المبارك انتم على حواجز المحبة، شو بتودي رسالة لأبناء الشعب الفلسطيني في هذا اليوم؟ كل عام والشعب الفلسطيني بخير واهلنا في الشتات والداخل بألف صحة وسلامة. وايضا انت يعني اليوم تارك اولادك وعائلتك واهلك واليوم عشان تأدية الواجب على هذا الحاجز في عيد الأضحى المبارك. نعم صحيح. كل عام وانت بخير. وانت بصحة وألف سلامة. مشاهدينا ومتابعينا دائما متواصلين معكم على حاجز المحبه والشيء. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يعني اجواء عيد الاضحى المبارك في بث مباشر على شاشه الفجر الجديد، شو بتوجه رساله للقياده الفلسطينيه والشعب الفلسطيني في هذا؟ يعني بقول جميع شعبنا الفلسطيني والقياده كل عام الجميع بألف خير يا رب، وان شاء الله بنعاد علينا بصحه وسلامه وهدات بال يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بألف كل عام وانت بخير. اذا مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم في هذه الجولة وفي هذا الصباح المميز. كل عام وانتم بخير. أضحى مبارك. هؤلاء الجنود في أول أيام عيد الأضحى المبارك يعني تاركين أهليهم وأطفالهم من أجل تأدية الواجب والحفاظ على مواطننا وسلامة مواطننا. إرشادات للمواطنين مباشرة في هذا اليوم وتبادل الزيارات. طيب كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. يعني أول يوم العيد الأضحى المبارك وأنتم اليوم على حواجز أبنائكم في البيوت وأطفالكم، ولكن أنتم تؤدون الواجب، شو بتكون في الرسالة بتوجهها للشعب الفلسطيني للقيادة الفلسطينية في ظل هالظروف الصعبة كمان؟ بنحيي الجميع وكل عام والقيادة بخير والشعب بخير، وإن شاء الله رب العالمين ينعاد علينا وعليكم بكل ألف خير. يعني أنا بس بدي أسأل سؤال، إنه رغم إنه أول يوم عيد الأضحى المبارك إلا إنه أنتم متواصلين على حواجز المحبة من أجل تأدية الواجب من أجل المواطن الفلسطيني.
صحيح، يعني إن شاء الله رب العالمين قدر الإمكان الواحد بيقدم خدمة لأبناء شعبه، من ربنا يرفع البلاء عنا وعن شعبنا إن شاء الله وعن أمة سيدنا محمد وعن الشعب الفلسطيني. هذا البلاء اللي بشكل خطر على الجميع، إن شاء الله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى بيسلم الجميع. طب شو توجه رسالة للمواطن الفلسطيني من خلال وجودك ملتزمين بالكمامات وأيضا ملتزمين بالقواعد الصحية؟ والله إنه الإنسان فعلا يحافظ على سلامته عشان يحفظ سلامة بيته وسلامة قرايبه وجيرانه، واللي لا سمح الله اللي بنصاب بعيد أقرب الناس عليه. إن شاء الله رب العالمين إنه الله لا يضر إنسان مسلم، لأنه هذا الوباء إذا انتقل لشخص بعد أشخاص قريبين جدا عليه. وإحنا بوعينا الفلسطيني راح نتجاوز هذه المحنة إن شاء الله ونحاصر المرض إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. إذا مشاهدينا ومتابعينا، نحن كما أشرنا هناك على حاجز المحبة، حاجز شوفي في هذه الأثناء. مشاهدينا ومتابعينا، أجهزتنا الأمنية والعمليات المشتركة متواصلين في هذه التغطية المباشرة من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتأدية واجب. كل التحية للأجهزة الأمنية والكوادر الصحية وكل أبناء الشعب الفلسطيني، نتمنى لكم السلامة والعافية رب العالمين، ونقول لكم أضحى مبارك على الجميع إن شاء الله، كل عام وأنتم بألف خير. هذه تحيات من وراء الكاميرا علاء الجلاد، ومني أنا منتصر العناني، وتحية طوال. ننتقل مباشرة ونعود إلى الاستوديو في تلفزيون الفجر الجديد للزميلة هبة مصطفى.